النهارده هنجرب منتج غالي جدا ضد منتج رخيص، وهستخدم قلم الحواجب بسعر 60 جنيه ضد قلم انستازيا سعر 600 جنيه. ندخل على الرخيص، هو في ناحيتين بس احنا هنستخدم الناحيه في الماستر دي علشان تكون نفس بالظبط بتاعه قلم انستازيا. مش عارفه ليه حاسه اني هطلع ندمانه بعد التجربه دي. البيجمنتيشن بتاعته عاليه جدا، ولكن التحفظ الوحيد اللي عندي انه الفرشه بتاعته كبيره شويه ومش سهله في الرسم. الفرشه بتاعته اصغر وادق كتير. فين الفرق ما بين البيجمنتيشن دي ودي؟ فوالا، ده الفرق ما بين حواجب ب60 جنيه وحواجب ب600 جنيه. اكتبولي تحت في التعليقات تفتكروا مين يستحق الفلوس.